ارجع لك تاني. هل بتوصل لمرحلة ان اللعيبة بقى يخافوا من الالتراس؟ اللعيبة نفسهم؟ اه طبعا. تتكلم جد؟ اه والله. لعيبة ممكن طبعا يدفعوا فلوس وحاجات كده؟ لا، في فلوس دي انا مش معرفهاش، بس معرفهاش اذا كان احنا اساسا كان المشجعين بتوعنا اللي مثلا بطريقه شيك يعني اللي عايز 20 جنيه بس كابتن، كنت بتديله، انت كنت بتديله حب، حب اه انت كنت بتديله حب وحب واحتياج، انت بتديله يعني حب. انا حاسس ان هو عارف انه محتاج، وانت شايف ان الراجل ده وعلى فكره هو النادي، وعلى فكره ما بيفرضهاش عليا، انا بعملها لها بشياكه يعني. لكن انا بتكلم دلوقتي، هل في ناس يعني وصلوا لمرحله انه اتضربوا؟ يعني اول مره اشوف جمهور بيضرب لعيبه. لا يا كابتن، ده بعد ماتش الاهلي والزمالك بتاع افريقيا راحوا نادوا اللعيبه، فاللعيبه والله من فوق السنه العرب كده رافعين ايديهم مسقفين، لا ده عاوزين اللعيبه تطلع المباراه. معانا تليفون كبير مشجعي النادي الاهلي، حربي. ازيك يا عم حربي؟ يا كابتن خالد، ازي حضرتك يا حبيبي، عامل ايه؟ انت اللي عامل ايه؟ ربنا يطمنا عليك. ربنا عامل ايه انت؟ تمام عم حربي. كسبتوا والف مبروك، والسوبر، وبقيتوا اكتر نادي في العالم واخدين بطولات. ايه اللي بيحصل؟ ليه ده بيحصل بعد الماتش؟ اسلم الاول ومسي على الشباب الحلوه اللي انت مستضيفها. تمام. سمير وهاني دول من ضمن اولادنا يعني. وبعدين هم الشباب كلها تعتبر اولادنا جميعا. بس يعني في ناس اعداء النجاح، واعداء ان البلد دي تبقى امان، واعداء ان البلد دي الناس الغلابه تاكل عيش، واعداء ان يبقى ازاي مصر مستقره وامينه، واعداء 50,000. ده احنا نرفع القبعه للداخليه ورجالتها ونقول لهم انتوا ناس محترمه. طلب الاول 10,000 حسب قرار الاتحاد الافريقي، لازم بجمهور وافق 20 مد 30 مد، واقول لك واكد لك هات المباراه هتلاقي 50,000 في المدرجات. صحيح، كان اكتر من 30 بكتير، يعني ده يكافئ 50,000. ايه المطلوب تاني؟ عم حربي هسالك سؤال، وانت كبير مشجعي النادي الاهلي هسالك سؤال. الصوره بتاع الراجل اللي بيتضرب، يا عيني المجند، يا عيني اللي اتسحل ده. انا بسالك، انا الراجل ده جاي من عند نتنياهو ولا من عند حد من الجماعه اخواننا البعده ده، ولا من عند اوباما؟ ما مصر زيك، ده من محافظه يا عيني وغلبان. وعلى فكره ده هو بالامر، هو موجود في الحته دي، ممكن يكون قريبه يعني، ممكن يكون بيضربوا فيه قريبه ما يعرفوش. واللي يخاف يقول كده، اصل انت مش هتاخد روحي. انت بتاكد عم حرب ان دي في اجندات؟ فاللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا. دي ناس زعلانة. قول يا كابتن خالد، انا اسمعك. انا بسألك سؤال، انت متأكد ان ده اجندة يعني ناس موجهة؟ اجندة اجندة ايه يا بيه؟ ايه يا بيه المظاهرات اللي كانت بتطلع وفيها بنرات وفيها طوبل؟ ما تقرا جميع الالتراسات، مش الاهلي بس عشان ما نبقاش كده، جميع الالتراسات. وفي راجل سابقا قال لك من شارع جامعة الدول العربية، واتصل عليكم وقال لك انا عارف ان نايت وايس وناس منهم معينه، مش لازم كله، قال لك انا عارف ناس منهم بالاسم ماشيين في البطل احمد عبد العزيز، وماشيين وسموهم لك. ففي ناس النهارده فرصه ضعيفه، الجنيه بقى سهل بالنسبه لها، مش فارق معاه يموت مين ولا يعيش مين، ما هي دي النفس الضعيفه. هل في من اشكال انت بتشوفها، كنت بتشوفها، وبعد ما دخلوا الالتراس ولا كده بقى معاه عربيه، بقى بيمتلك حاجه، بقى معاه فلوس؟ الله يسهل لهم، الله يسهل لهم. اللي سافر وقعد بره، واللي دلوقتي ممتلك حاجات لا داعي لذكرها، اللي عنده محل محاميل، واللي عنده كافيه. احنا 50 سنه في الكوره، كل اللي حيلتنا من شقانا ومن عرقنا وحبا في الاهلي تاكسي لادا ابيض واسود. كبرنا ان انا كابتن خالد عارفني، ممكن يكلم، ما بتكسفش يكلم رجل اعمال يقول له الواد حرب عنده الحكايه والروايه. عم عثمان فين؟ اخبار عثمان فين؟ اخبار عثمان ايه؟ والله اديك جبت راجل علم الشباب دي ازاي حب الاهلاويه. عيب ان انا اجرحه. عثمان كبير مشجعين الاهلي وعلمنا، واحنا اتربينا على ايده، واخويا حسين، الناس دي دور عليهم، دور عليهم، لا يمتلكوا شيء، حب النادي الاهلي بس هو ده اللي فاعله. وبعدين الناس دي الله يرحمه الكابتن صالح سليم، لو كان موجود كانتش الناس دي كملت بالطريقه دي. دي الناس دي ايه يا بيه؟ احنا عايزين نعرف الناس دي ايه؟ ما كانوا حلوين وفي اليوم ده عاملين دخلات وعاملين ايه اللي ينتهي؟ صعبان عليكم نفرح. عم حربي في ناس بتساعدهم بالفلوس؟ انت بقى انت عاشق. لا، اعضاء مجلس اداره يعني حد بي؟ لا مجلس الاداره، انت عارف ده مجلس اداره النادي الاهلي ده نادي محترم. لا هو كان في ناس بتساندهم بس. يعني طب هقول لك حاجه عشان تعرف، الاستاذ صفوان ثابت كان بيبعت لهم فلوس كل شويه، حبا بقى في النادي الاهلي بعت لهم فلوس وهم في المغرب. معلومات انا ما اقدرش، انا لو واثق منها انا ما بخافش من حد. تمام.
انا لو واثق منها ما بخافش، معروف عني كده تمام. انما لو انا واثق ثقه عمياء، انما انا عارف ان في ناس بتقبض. ما كانش قبل كده في علاقه بين خالد مرتجي وبين عمرو فاروق ان هم يعني بيعرفوا يتواصلوا معاهم؟ مش بقول بيمولون، بيتواصلوا معاهم. كان في كلام معاهم وكانوا بيسمحوا لهم بالتدعيم، وكان احنا عمرنا ما خدنا تذاكر من جوه النادي. هل بتوصل لكام تذكره؟ بياخدوا كام تذكره؟ تصل ل 4000 و5000 تذكره؟ كنت بسمع انه بياخدوا 2000 تذكره و3000 تذكره ببلاش. ببلاش، وبيوزعوها، وفي اللي بيبيعها وفي اللي بيتصرف فيها. بيبيعوها في السوق السوداء عشان يكسبوا منها يعني. الله اعلم. انما احنا كان كبيرنا مثلا، انا بقول لك انت الكابتن خالد الغندور قصاد منك مثلا الكابتن حسام حسن، الكابتن ابراهيم حسن طالع من اوضه اللبس، خد التيكت ده لو عايزه لاصحابه مش هيدوني. وانا عن طريقي مثلا واحد لمؤاخذه من الاخوه الصنايعيه سمكري سيارات عايز يروح الماتش، كهربائي سيارات كده، هنعمل بيهم ايه اكتر من كده؟ شكرا يا عم حرب.